يا هلا فيكم في ترند. أهني وبارك لكل طالب وطالبة جدوا واجتهدوا وأصروا على مواصلة تعليمهم وثابروا خلال هذه الفترة الاستثنائية واثبتوا أن ما في شيء مستحيل مهما كانت الظروف. بهذه الكلمات بدأ سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب مستشار الأمن الوطني رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة كلمته المصورة اللي وجهها للطلبة والطالبات خريجي المدارس الحكومية والخاصة 2020 مقدما سموه التهنئة الخالصة لجميع الخريجين ومثمنا أيضا بالجهود الكبيرة اللي يبذلونها في تحصيلهم العلمي. أخواني وأخواتي طلبة مملكة البحرين، أحب اليوم أني أهني وبارك لكل طالب وطالبة جدوا واجتهدوا وأصروا على مواصلة تعليمهم وثابروا خلال هذه الفترة الاستثنائية وأثبتوا أن ما في شيء مستحيل مهما كانت الظروف، وهذا العشم وهذه سمات البحرين. شرف لي بأن أشارككم اليوم إنجازاتكم بعد سنوات من الدراسة والمثابرة من خلال الفصول المركزية الافتراضية وغيرها من الوسائل التعليمية غير التقليدية اللي أقرتها مملكة البحرين ونفذتها وزارة التربية والتعليم. مشكورة. حفل تخرج فريد من نوعه كان حديث مواقع التواصل الاجتماعي أمس، فقد قامت مدرسة بيان البحرين بإقامة حفل تخريج طلبة الفوج 26 في حلبة البحرين الدولية في بادرة تعد الأولى من نوعها مع مراعاة قواعد وشروط التباعد الاجتماعي، حيث جرى الحفل بحضور عدد محدود من أولياء الأمور والمدعوين في سياراتهم ليشهدوا تخريج الطلبة وفق إجراءات احترازية وتدابير صحية وقائية فائقة. أعلن موقع تويتر أنه سيبدأ في اختبار ميزة جديدة ستحث المستخدمين على التفكير قبل ما ينشرون المقالات اللي ما قروها، بمعنى إذا قرر مستخدم إعادة تغريد مقال قبل قراءته فبيطلب منه تطبيق تويتر بفتح المقال قبل أن يعيد التغريد. والسبب في ابتكار هذه الميزة أن بعض الأشخاص يعيدون نشر مقالات بدون قراءتها ويمكن يكون مضمونها ضعيف، وبالتالي يكون النقاش حول المقال غير مفيد، لذلك اقرأ المقال قبل نشره وذلك للمساعدة في تعزيز المناقشة المستنيرة. اعتاد الحلاقون جمع بقايا شعر زباينهم والتخلص منها لتنظيف محلاتهم، وهالشيء جدا طبيعي، إلا أن الموضوع كان مختلف لدى الشاب العراقي حسين فالح اللي انتشرت قصته في مواقع التواصل الاجتماعي واللي اختار حق نفسه اتجاه آخر في عالم الحلاقة ليصبح أحد الشبان المبدعين، ليس في الحلاقة فحسب بل في ابتكار وإنشاء لوحات فنية مذهلة ببقايا الشعر اللي يتيمع في محله نهاية كل يوم. لدى البعض منا ردات فعل مختلفة لما نتذوق شيء جديد، وحتى الحيوانات لهم ردات فعل ما تخلو من الطرافة. فقد انتشر فيديو طريف لردة فعل قطة تتذوق الآيس كريم للمرة الأولى، نشرتها مالكتها في مدينة كيبك الكندية على برنامج التيك توك، وحصد في وقت قصير أكثر من 340 ألف مشاهدة. خلنا نتابع. وبشذي مشاهدينا وصلنا معاكم إلى ختام حلقة اليوم، أتمنى لكم نهاية أسبوع سعيدة تقضونها في البيت مع من تحبون. أمنتكم الله.